وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية مسجد عائشة وحسن القطان بمنطقة الفاتح في المنامة. وبهذه المناسبة نوه سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية بما تحقق من إنجازات على مستوى تشييد وإعمار دور العبادة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مثمنا ما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام كبير لضمان تطوير دور العبادة وتهيئتها للمصلين بما يتناسب مع قيمتها الدينية ورسالتها السامية في المجتمع، مؤكدا أن نجاح خطة تطوير الجوامع والمساجد التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مطلع شهر رمضان في العامين الماضيين. ومن جانبه رفع المتبرع السيد عيسى بن حسن القطان نيابة عن عائلة القطان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يلونه من اهتمام كبير ببيوت الله عز وجل وإعمارها وتيسير أداء العبادات للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة. شرفنا اليوم بافتتاح مسجد عائشة وحسن القطان في منطقة الفاتح، وتأتي هذا الافتتاح ضمن حزمة من المشاريع التي وجه بها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح عدة مساجد والعمل على صيانتها وتطويرها. مسجد عائشة وحسن القطان من المساجد التي حصل فيها تعاون كبير بيننا وبين عدد من المؤسسات الرسمية في الدولة، يقع في نادي النجمة في منطقة الفاتح، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير لعائلة القطان ولغيرهم من المحسنين الكرام الذين يساهمون في بناء وعمارة المساجد. مسجد عائشة وحسن القطان من المشاريع المهمة اللي نفذتها إدارة الأوقاف السنية في منطقة الفاتح، راح يخدم هذه المسجد شريحة كبيرة من المواطنين ورواد المنطقة وأهمهم اللاعبين والرياضيين اللي موجودين في النادي، بالإضافة إلى الجمهور اللي راح يزور النادي النجمة، هذه بالإضافة إلى زوار المنطقة من السياح في منطقة الجفير وفي منطقة الفاتح. أشكر الله سبحانه وتعالى لأن مكننا وهاننا على بناء هذا المسجد المبارك مسجد عائشة وحسن القطان، وربطها بالشباب والرياضة وإقامة شعيرة صلاة بكل سهولة ويسر.